تونس 3000 سنة حضارة. مرحبا بكم في FM أحلى راديو. مرحبا بكم في تونس 3000 سنة حضارة، برنامج يومي من الاثنين للجمعة. برنامجنا حلمة، حلمة برشا توانسة حاسين اللي المشهد السمعي والبصري في تونس ما يعطي حتى أهمية للتاريخ، تاريخنا أحنا، تاريخ تونس، تاريخ الإنسانية. أحنا ما نجم نقدم ولا ما نعرفه أحنا شكون. تونس 3000 سنة حضارة، من إعداد وتقديم دكتور محمد حسين فانتل. مرحبا بكم في حلقة جديدة من 3000 سنة حضارة كما العادة مع الدكتور محمد حسين فمتر. أهلا وسهلا بجيهان، وأهلا وسهلا كذلك بالمستمعات والمستمعين. خرجنا من تعريف الديانة، يمكن شكون المعبود وشنية الطقوس، عرفنا شوية الإلهة القرطاجية اللي كانت موجودة في الفترة هذيك وكانت الناس تعبدها، إلى أن وصلنا لنقيشة مرسيليا اللي باش تعطينا برشا معلومات. خلينا نذكر الدكتور، هو لقاها بحار مطيشة على الشط، هزها استعملها باش يخلق توازن في السفينة نتاعو. كي وصل لمرسيليا طيشها. هالحجره هذه اللي هي وثيقه مهمه برشا وتسميت نقيشه مرسيليا، هكا ولا لا؟ مرسيليا بالضبط، مش موجوده في تونس هي اليوم. اي شنو حكايتها؟ هي معناها هو قدموا القربان، كل حد يقدم قربان، معناها يلزموا يخلص الكهنه الا يشرفوا على كيما نقولوا احنا عمليه هذه، يخلصهم اموال منها، او يقوموا بالذبيحه ويقوموا بكل ما يتعلق بتقديم القربان بخلص عليه. لكن الخلاص هذايا باش ما يبقاش كهنة يبتزوا الآن مال ما عند الناس، عامل الدولة قرطاج عملوا تعريفة منظمة قرطاج، منظمة كل ما تقدم كما يقولوا أضحية عندها القيمة متاعها. هالوثيقة هذه هي تتكون من 21 سطر، مش كاملين، أنا تكسرت الحجرة، لكن معناها مفيدة جدا. أنا شخصيا حاولت باش نترجمها، خل نفهم وشنو جاي فيها. ترجمتها وتبدا اولا، تبدا المواش بعل حمون، تقول قدس بعل صفون. بعل صفون، هذا صفون تعني معناها بعل اللي هو كلف او يضمن بقاء الانسان او حامي، هو اله اخر، اله واحد اخر. تعريف الذراع هذه تعريفه، كل حيوان يقدم او كل هديه تقدم قربان، قربان الكهنه يتناولوا قسط، سواء فلوس او منها اللحم، جزء من القربين هذيك. مثلا يقول لك، هات نقراو النقيشه، يقول لك مقابل ثور دي كفاره، قد ما لا تجم قولي يكون الضحيه تكفير عن ذنب. واحد كيما يقول عمل حاجه فاسده حاب يكفر عن ذنبه، يقول لك الكفاره اذا كان منها مقابل ثور قدم لكفاره او لتوحد او لمحرقه، ولا انواع القرابين التي تقدم. هذا اش يلزمو يدفع لكل كاهن، جماعة اللي تولاو تقديم القربان، لكل كاهن 10 مثاقيل من فضة، 10 مثاقيل من فضة. وبالنسبة لقربان الكفارة، إذا كان قربان كفارة، يضاف إلى الضريبة 300 مثقال من اللحم، ياخذ شيء فلوس وشيء لحم. لحم الضحية اللي قدمها، وقربان التوحد يمكنهم، إذا كان قربان توحد بنا توحد. أنا حاولت تفهموا بالضبط شنو الواقع، ما فهمتوش، خاطر أموره توحد ترى إنسان كما نقول وإحنا يحب يندمج القوة الإلهية بالتوحد هذا. إذا كان قربان توحد معناها الكهنة زيدوا يأخذوا صدر الضحية وفخذوا الأيمن، معناها باش يأخذوش كما نقول وإحنا يقدم قربان يأخذوا شنو هو يحب، كل يحب هو يعطيه القانون، أما الجلد والأسلاب وما بقي من اللحم لصاحب القربان يرجع بهم. قابل إذا كان الضحية عجل مازالت ما عندوش قرون، صغير مازال. شوف منها كيفاش الوثيقة تحاول دقيقة تضبط. واضحة. كاهن يتقاضى 5 مثاقيل من الفضة، دونك عنده 5 بيسات معناتها فضة، معناها 5 بيسات فضة منها مثقال. قال وزن، هو فيه الوزن اللي كان موجود وقتها تقريبا المثقال الفينيقي يساوي حوالي 4 غرامات. دونك هو ياخذ 5 مثاقيل 20 غرام فضة تقريبا. وإذا كان القربان كفارة، فبالإضافة إلى الضريبة معناها ياخذ 150 مثقال من اللحم من الضحية، ياخذ شيء مالي
شيء وشيء من القربين بيته من الضحية نفسها. يقول إذا كانت الذبيحة كبش لكل كاهن مثقالان وذرتين من فضة. هذه شوف كيفاش هل الوثيقة دي تعطينا معلومات مختلفة على الأوزان. كانت هناك وزن مثقال وهناك الذرة. الذرة اللي هي تساوي شنو تقريبا؟ الذرة معناها تجم تقول هي أنا ترجمتها كيف ذرة، هي باللغة بالنقيشة الفينيقية زار. زار زار معناها قطعة نقدية صغيرة جدا كالذرة. وكذاش الذرة كانت من الأوزان يستعملوها حتى من الأوزان. وترى أنت جاء حتى في القرآن مثقال ذرة خيرا يره أو مثقال ذرة شرا يره. ديجا معناها نربطوا كيفاش نربط بين الحضارة الفينيقية قرطاجية والحضارة حتى العربية الإسلامية طريق القرآن. وهناك ما قشك عدة طويلة الوثيقة كانوا قانون يضبط كيفاش تتقدم القرابين وكل واحد شنو حقوق الكاهن وشنو حقوق حتى ما يقعش خصام. والحجرة هذه كان كيف كما نقولوا احنا وثيقة تقرأ للناس من العيان قدام المعبد معلقة للناس الكل يشوفوها. الناس الكل يقرأوها ويعرفوا باش الكاهن ما يفرضش ياخو حقه والمواطن بيدو اللي ماشي يقدم في القربان ما ياخو حقه. هنا شيء مضبوط. وهنا نراو أيضا نستنتجوا أيضا كلمة قالوها برشا مرات من المؤرخون الأغريق يقولوا في قرطاج كل شيء يقع حسب القانون أو طبقا للقانون. حتى في شوف العبادة يدخل خاطر الأمور في المعبد هناك ميدان لأهل كما نقول الدين وهناك أشياء إدارية تهتم بها شخصيات إدارية وكل إنسان يأخذ حقه وما تقعش خصومات. خاطر أحيانا هو الآن ميزان موجود تلقى والله مرة حضرت صدفة في جمال في جمال فما زاوية متاع جمالية ومزين جمالية موجودة في جمال هي في جمال عندها زاوية متاعها يمشيوا لها برشا ناس يزوروها وقدموا الهدايا كما القربين يظهر القربان وتوقع أحيانا أنا حضرت مرة خصومة كبيرة بين السيد اللي قدم القربان والصاحب اللي شاف الزاوية المسؤول متفقوش على إيش يلزم ياخو السيد اللي في الزاوية مش كما في قرطاج فما قانون مضبوط قانون مضبوط ومقرأ قدامك ومعلق للناس الكل. في الوثيقة هذية ما تمش الحديث على القرابين هذية علاش تتقدم وقتاش كان فما أيامات معينة يقدموا فيها القرابين لا ما وإلا وقت ما يحبوا هي هكا علاش سميوها تعريفة قرطاج تعريفة هي تبدأ هي بالكلمة تبدأ تعريفة القرابين في قرطاج القرابين التي تقدم في معبد بعل صفون ربما هناك تعريف أخرى في معابد أخرى فهمت وتراونا هل القضايا متاع الدين تطلب وقت طويل ياسر وأنا متشعبة فما طقوس فما عادات فما طريقة للعبادة بالضبط هذا كل من هذا من يلزم التفاصيل بتاعه وإحنا مغشك نعطيه فكرة فقط للمستمعين والمستمعات باش اللي يحب يرى وما هم الناس تستطيع أن تعود إلى الكتب والدراسات حول هذا الموضوع ويعاون منها إحنا كما نقول إحنا العمل بتاعنا هو أن نساعدهم على الدخول لمثل هذه الميادين كما المقدمة. أنا قاعد عندي سؤال حبيت نعرف الديانة في قرطاج هل كان عندها اسم معين كل إله كان عنده ديانة متاعه وإلا كانوا يتعبدوا للإلهة فقط كيفاش كانوا مقسمين الإلهة متاعهم والديانة متاعهم هما منها ككل الشعوب عندهم ديانة ديانة منها آلهة وهي الواقع الآلهة صفة عامة منها فقط لتقريب الناس لساعدتهم أما هي الأمور الدينية غالبا تلخص إن صح التعبير في القوة هناك قوة التي لا شكل لها لا منها صورة لها بل هي موجودة في كل شيء لا مكان لها لا وصفة لها لا يمكن أن تصورها قدر شنو باش تصور أنت تولي منها كأنك منها أصبحت أنت تتحكم في القوة الإلهية هكا علاش تحريم الصور أنا ما تجمش تعرف شنو هي أنت هي إذا كان باش تقول منها كذا لا ماهيش فقط هذاك هي كل شيء ولكن منها ذات التعدد الآلهة والآلهات في اختصاصات أي كل واحد ما جاله الزراعة الحب البحر الحرب كل حد مجال كل مجال عنده الإلهام تاعو
بالضبط. يعطيك صحة دكتور. احنا نقابل معك في الحلقة الجاية كما العادة من 3000 سنة حضارة، مازلنا نحكيه على قرطاج وتاريخ قرطاج الحضارة العظيمة هذه، لكل مرة نتعرف على جانب من جوانبها. معك الدكتور محمد حسين فانتر. شكرا جزيلا يا جيهان، وشكرا للمستمعات والمستمعين. كانت هذه حلقة اليوم من 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. اللي فاتته الحلقة ينجم يلقاها على EFM.tn. غدا نتقابل في حلقة جديدة على EFM أحلى راديو. تونس 3000 سنة حضارة.